تحدثنا قبل ذلك عن فسائل النخيل، وهي إحدى طرق الزراعة، والفسيلة هي نموات صغيرة تنمو جوار الشجرة الأم. بعد أن تعطي الشجرة الأم الثمار، هذه شجرة الموز الأم تعطي الثمار، تموت، وبعد أن تموت تخرج النموات أو الفسائل بجوار الأم. هذه هي الفسائل، فسائل الموز. الغريب والظريف هنا، الغريب والطريف هنا، أن إحدى الفسائل خرجت من رحم الشجرة الأم. طبعا معروف يعني عندنا في علم البساتين أن الفسيلة تخرج بجوار الأم، أما ما أشاهده فهو شيء طريف، أن تخرج الفسيلة من رحم الأم. يعني هذه الشجرة الأم، هذه هي الشجرة الأم التي أعطت ثمار وماتت، فأن تخرج الفسيلة من رحم الأم فهذا شيء مبدع وطريف. سبحانك يا رب. نفس الكلام، هذه هي الشجرة الأم التي أعطت الثمار وماتت، وهذه هي شجرة الموز الأم. نلاحظ أن الفسيلة خرجت من رحم الأم، وهذه كذلك، هذه الشجرة الأم أعطت ثمار وماتت، والفسيلة تخرج من رحم الأم. يبقى دائما شجرة الموز تضحي بنفسها من أجل الأبناء. لا يمكن أن تنمو الفسائل وتكبر إلا بعد موت الأم، فشجرة الموز تضحي بنفسها من أجل أبنائها اللي هم الفسائل. هذه فسيلة، هذه فسيلة، ولكن هذه الفسيلة تخرج من رحم الأم، هذه الفسيلة تخرج من رحم الأم. في العادة إن دي الأم، الفسائل تخرج بجوارها. هذا ما لدينا عن الموز وعن الفسائل وعن شجرة الموز الكبيرة. هذا ما لدينا، ونشكر حسن المتابعة.